يا صاحب العصر هذا مولد الحسن مبارك لك يا أنشودة الزمن. لا عذب الله أمي لا عذب الله أمي في محبته، يا من فراقك في الأزمان عذباني. لو كان لي دعوة في الشهر صاعدة كانت لعينيك عند الله يا وطني، فعجل الله يوما أنت جاعل للناس عدلا، وهذه أكبر المنن. يا رب عجل إلى المهدي طلعته، أكون مؤتزرا في يومها، كفني وشاهرا يومها سيفي لنصرته، مبرهنا إني أهوى أبا حسن. شرفنا رابع أصحاب العباء وخير كل الناس أمًا وأباه، هو أول الأولاد في دنيا علي، جاءت به الزهراء وما أحلى النبأ في النصف من شهر الصيام. جاءنا أهلا وسهلا بالكريم ومرحبا، يا من إليه حاجة أطرق على، يا من إليه حاجة اطرق على باب الحوائج، قد أتاك المجتبى. حسن عليه طاب حسن توكله، وبه إلى رب السماء توسلي، علم وأخلاق وطيب شمائل، وبه إلى جنات عدن موئلي، باب به كل الحوائج فرجت، مهما طرقت عليه قال لي ادخلي، قمر يشع على الوجود كرامة، وهواه في الوجدان لم يتبدل، من كانت الزهراء والدة له فلقد سما شأنا بأرفع منزلي، ولقد رقى أعلى المراتب كلها من كان والده أبا حسن علي. اللهم صل على قمر الإمامة ومصباح الشهامة والكرامة، بداية واستدامة العالم بالفرائض والسنن،
والصادع بالحق في السر والعلن الإمام بالنص أبي محمد الحسن. يقول شان هالليل مطارات الحجاز بزحمة الزوار كلها معطلة وشان ماكو حجز والحملات نار وكل حجوزات المدينة مقفلة وشان أسعار الفنادق فوق فوق والحضيض الحصل دربي وصلي وشان تلقى العالم بوسط الطريق مثل يوم الأربعين مكتلة والمضايف بحل أنواع الطعام اللي يزورك من يجي والله تستقبله شرب شايات الكريم ابن الكرام واللي يطب مشاي لك تتكفل والمنارات الطوال مزينات بكل شبر تسمع نشيدة مشغلة وشان لاحت قبتك وسط البقيع واحدة من أربع قباب مجللة وماكو شرطة تمنع الزاير يزور وحضرتك مو بالحديد مكبلة شان شفنا المهدي عد باب الضريح وإيده بأشكال الهدايا والله محملة وإحنا نترجاه يعطينا مراد وضمن زوارك اسمنا عمي والله يسجله وركعتين نصلي من خلف المقام والحفل بعد الزيارة نكمله. إمام وتاج للمذهب وشيله تغني الحور هوساتك وشيله يحق اليوم لعقالي وشيله وشيله وهوس لك بن حامل حميه وهوس لك بن حامل حميه رهم للجود رهم للجود مفتاحك وقفليك وعلى الإحسان شفينك وقفليك إلك محبوب يا شبار وقفليك وقفليك شفاعة يريد للجنة العالية شفاعة يريد لل جنة العلي إلى المريخ أعيادك وزهرة وزهرة وشتى النفراح بالمولد وزهرة إلك مبروك يا حيدار وزهرة انولد للجود من خلاها وياه ولاد للجود من خلاها وياه يقول نجوم الكون ويلالي حسنها نجوم الكون ويلالي حسنها وخطوط الود بسطورة حسنها عزيز كان على زهرة حسنها بضياها اليوم تتحجى الثوريا بضياها اليوم تتحجى الثوريا أبد ما تيه عن جهده وأدلة عشق بالروح وبقلبه وأدلة توجني ران لمضيفة وأدلة عطرها الهيل هالقهوة مريه
عطرها الهيل هالقهوة مريه إمام الجان أبو محمد والنسى إمام الجان أبو محمد والنسى دلال الجوف بمحبته والنسى أبد ما تيه أفكاري والنسى أبد ما تيه أفكاري والنسى صيبط بالروح كل صبح ومسية صيبط بالروح كل صبح ومسية قلب معلول بترابه لا طيبه لهف مشتاق أشتم من لا طيبه اخذني وياك يا زاير لا طيبه اخذني وياك يا زاير لا طيبه ترف الروح لديار الشوفية ترد الروح لديار الشوفية تملي لقلوب السعادة يا هلا بهاي الولادة تملي لقلوب السعادة يا هلا بهاي الولادة مولدك المجتبى يا ابن الزكية ما تسعنا لقاع بالفرحة الزهية ليلة أجمل عيد عند الجعفرية ليلة أجمل عيد عند الجعفرية والمحب نادى بودادة يا هلا بهاي الولادة والمحب نادى بودادة يا هلا بهاي الولادة السعادة ارتسمتيب عين الموالي ما يزيها الليلة من دون الليالي بطلتك فرحانها الشيعة يا غالي بطلتك فرحانها الشيعة يا غالي بأروع أيام العبادة يا هلا بهاي الولادة بأروع أيام العبادة يا هلا بهاي الولادة بيت حيدر بالفرح والبهجة نوار وعطرة بعطر الحسن والله تعطار هالولادة كانت الدين الله محوار هالولادة كانت الدين الله محوار تعطر بعطر القيادة يا هلا بهاي الولادة تعطر بعطر القيادة يا هلا بهاي الولادة عيد والعيد اش حلاته الليلة عيدنا يا فرحنا بهالولادة ويا سعدنا الشوق ياخذنا بهواه والله ويريدنا الشوق ياخذنا بهواه والله ويردنا شيعنا نادى باعتقاده يا هلا بهاي الولادة شيعنا نادى باعتقاده يا هلا بيوم الولادة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد قال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة إنك ستلدين غلابا قد هنأني به جبرائيل عليه السلام فلا ترضعيه حتى أصير إليك قالت نعم فلما قرب وضعوا البتول بسبط الرسول ونجل علي الوصول دخل عليها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وقال لها يا فاطمة طيبي نفسا وقري عينا، فطوبى لك بحملك بالزكي والسبط البهي، فإن جبرائيل قد هنأني به وإنه وأخاه الحسين سيدا شباب أهل الجنة، وإن الله تعالى سيظهره لك، وإنه أميني على ديني وخازن علمي وقاضي ديني وصفوة ربي، هو وأخوه ريحانتاي في الدنيا والآخرة. يا مستمعين النظام صلوا على المظلل بالغمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لأسماء ابنة عميس وأم سلمة احضرا ولادتها، فبينما هي عليها السلام جالسة لم تحس بوجع ولا ألم، وحولها نساء من أهل الجنة، وقد امتلأ البيت من روائح الطيب والبيت يضيء نورها، وإذا بها قد وضعت بولدها الإمام الزكي أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، صل على محمد صل على محمد محمد وآل محمد.